رفع لبنان درجة استنفاره في مواجهة وباء كورونا إلى التعبئة العامة، وشددت الحكومة على وجوب عدم تكرار خروج مواطنين من العزل المنزلي إلى أماكن التنزه كما حصل صباح الأحد على كورنيش المنارة في بيروت. قرار التعبئة العامة أعقب جلسة استثنائية لمجلس الوزراء قررت إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والإبقاء على إقفال المدارس والجامعات والحضانات حتى نهاية هذا الشهر. إن الإجراءات والتدابير التي نتخذها لحماية اللبنانيين هي المستوى الأعلى الذي يمكننا اعتمادها دستورياً، ولم يسبق في تاريخ لبنان أن تم وضعها قيد التنفيذ. قرار مجلس الوزراء إقفال المطار والحدود والمرافق بدءاً من الأربعاء لقي ترحيباً، رغم أن كثيرين اعتبروه قراراً متأخراً في وقت دافع رئيس الجمهورية عن إجراءات الحكومة، معتبراً أنها اتخذت بسرعة نموذجية بالمقارنة مع دول شقيقة وصديقة. أمام صحة كل مواطن تسقط الاعتبارات السياسية الضيقة كافة، ليس الوقت مطلقاً لتسجيل النقاط وتبادل الاتهامات، كما أنه ليس الأوان للاستثمار السياسي أياً كان. فهذا الوباء لا يميز بين موال أو معارض، بين مطالب بحق أو لا مبالغ. وزارة الصحة العامة كانت قد لفتت إلى قلة الحالات غير المعروف مصدر عدواها، ما يعني أن انتشار الوباء لا يزال محدوداً. رغم ذلك تبقى مخاوف المواطنين جاثمة من سرعة انتشار الوباء في المرحلة اللاحقة. تعبئة صحية عامة، إيقاع جديد في لبنان في مواجهة وباء كورونا، سيشمل مختلف المرافق باستثناء المصارف التي كلفتها الحكومة القيام بالحد الأدنى لحسن سير العمل، وهي محاولة للحد من خسائر كبيرة متوقعة سيمنى بها الاقتصاد اللبناني المرهق أصلاً في مرحلة مواجهة الوباء. كلوديا بحنا، الغد، بيروت.